انتوا متصورين ان انا لما بطرح القضايا ديت بطرحها عشان يعني في هدف تاني؟ والله ما في هدف لطرح قضايا زي اعادة تنظيم الدعم يا دكتور مصطفى الا عشان نوفر بجد. صح، نوفر بجد. ايه صح؟ صح، مش قاعدين نضيع في اموال ضخمة جدا في مش في الصح. فين الناس دي؟ الناس دي عايشة ازاي؟ انا اقفل بابي هنا، وقلت مرة الحكاية دي قبل كده، واكل لقمة بشوية شاي بس انام هنا، انام في الطريقة دي، ولادي يمشوا هنا، يتحركوا كده ولاد وبنات في امان وسلام، يبقى بكرة بتاعهم كويس بفضل الله سبحانه وتعالى. فانا دايما ابدأ الاول، والناس مستغربة، بشكر. ايوه اشكر ربي، ونشكر كلنا ربنا انه عطانا ومكننا ولسه، وبكره تشوفوا ان شاء الله هنعمل وهنعمل وهنعمل. وانا ان شاء طبعا باذن الله طبعا. شوف ربنا سبحانه وتعالى، ان الله لا يصلح عمل المفسدين، فاذا كنا احنا بنفسد مش هيصلح عملنا، ان كنا بنضيع مش هيضيع، مش هيساعدنا يا دكتور مصطفى، ان كنا بنخرب مش هيساعدنا. اما اذا كنت انت عايز تدخل السرور والسعاده والهنا، مش وجبه، انت مش بتاكل واحد وجبه تقول له يلا مع السلامه، انت بتعيش عمره هو واولاده هنا، ده تغيير تاني خالص. انا بمشي كتير في البلد لوحدي، وكل ما امشي الاقي لسه بدري يا دكتور مصطفى، والدكتور مصطفى بيزعل مني لما اقول له كده، ودكتور عاصم بيزعل يقول لي يعني طب اعمل ايه؟ يعني هتعمل ايه؟ ما اعرفش هتعمل ايه. هنعمل مش كده ولا ايه؟ هنعمل. لا، انتوا لازم تطلقوا برنامج اكبر من كده. حاضر. والكلام ده انا قلت لك يا اهاب، والكلام ده انا قلته لك اكبر من كده، وفي خلال ما اعرفش الموضوع ده هنعمله ازاي، عشان نقدر نقول المرحله الاولى والثانيه والثالثه، الكلام اللي احنا بنعمله ده للناس بتوع سن العجوز وغيره وغيره وغيره، لا احنا ننقل بقى الناس مره واحده عشان ننهي القضيه ونشيل الكلام القديم ده، نشيله خالص من الاماكن ديت، ويبقى فعلا غيرنا حياه الناس. واحنا اتفقنا يا اهاب ولحضرتك يا دكتور عاصم، أيوة، لابد واحنا بنعمل ده نعمل مناطق خدمات ومناطق حرفيه، عشان يبقى بقدر الامكان ان احنا يبقى في فرص عمل للقائمين في الحياه ديت. يعني تمام. دي نقطه، لان طبعا اللي عايش هنا برضه عايز ليه خدماته يعني وطلباته.